أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي قيس سعيد لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات، وكذلك الحرص على استمرار التنسيق الوثيق مع تونس تجاه التصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن تقديره البالغ للفتة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.